يعني بس بنقول لكم الخبر اللي سحب القانون راح يصرفوا اكيد هو قرار النواب الالكتروني انهاء ملحقين البقبره والغم من اتفاقيه السلام وانطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من اجل الوطن الاردني. تحيا الاردن تحيا الاردن تحيا الاردن. اكيد اكيد اخوان يعني انا باسم مجلس النواب واعضاء مجلس النواب والشعب الاردني نهنئ جلاله الملك على هذا القرار الجريء ونتمنى له دوام التوفيق دائما والسداد الراهي ونحن اكيد مؤكدا على قدره جلاله الملك يعني الماضي.